السنة هذه في المعرض؟ يس، أنا بتجذبني أكثر شيء الأحجار، يعني إنه الألماس بالذات الأبيض ممكن تلاقي بأي مكان، بس البينك دايمون لأنه نادر فصير الواحد بدور عليه، وفي نفس الوقت الأحجار الكريمة اللي بتكون ألوانها شوي مختلفة بتعطيك على أكثر من لون، أو الديزاينات اللي بتكون مأخوذة من الطبيعة سواء من زهور أو من حيوانات مثلا. فالمعرض كثير اليوم حلو، بس استلم ما عندهم أي بيس داخل دبي، بيطولون أحد يأخذ الفرنشايز، ففي إغراءات يعني اليوم. شكرا. شكرا حبيبتي. شكرا. أعزائي المشاهدين، معنا بعد النجمة نورهان، رح نسألها على انطباعها على المعرض في الأول. بونسوار وبونسوار لكل اللي عم بيشوفونا، بقلكن أنه المعرض كتير حلو، أنا مبهورة، وخصوصا أنه أنا بحب كتير المجوهرات، وما قدرت إلا ما أطلع بكل شيء عم بيلمع، يعني بهارت كتير حلو، الله يوفقهم يا رب، وإن شاء الله دبي دايما رائدة وتضل رائدة. شو عجبك، شو أكثر شيء مثلا لفت انتباهك؟ ديزاينز كتير حلوين، جديد، فاشنبل، وأنا كل شيء جديد بيلفت لي نظري، كتير في أشياء غريبة وحلوة وكلها ألماز، فكتير هيدا الشيء لفت لي نظري. Thank you. مرسي لألكم. أعزائي المشاهدين، بعد معنا ليم وفران، بنحاول ناخذ بعد فكرة عن المعرض من خلالها. مرحبا. هاي، كيفكم؟ شو عجبك؟ Everything is nice. كتير حلو المعرض، فرجنا كتير قصص حلوة. بكتير من المجوهرات؟ أنه I like it، لا بس ما بنعرف كتير قدامه، أنه إذا قطعة مميزة، ديزاين مميز وهيك، أنه أوكي، بس مجوهرات إجمالا ما كتير، أنه normal. Thank you. Welcome. سر وجودك هنا لأنه مجوهرات، شو علاقة مجوهرات بالمتصلة؟ المجوهرات جزء من الأزياء، يعني الحرمة ما تكتمل زينتها إلا مع الجولاريز، نهاية الرجل طبعا. لا، أول شيء يمرون علينا إحنا نلبسهم، بعدين يروحون للجولاريز عشان يلبسونهم. والله صراحة كمعرض مجوهرات وايد حلو، قطعهم وايد إليجنت، أشياء حلوة صراحة. أنا وايد في قطع وايد عيبتني وشكلي زوج بينخرب بيته. خلينا نعرف جديدك بعد. أنا سويت آخر عرض لي مع سما دبي، سما فاشن ويكان، وطبعا هذا كان لي صدى كبير، كان بعد في برج خليفة، يعني كان مكان حلو. إن شاء الله بعد الحين في عرض ثاني قاعدين نرتبه على شهر 7، يكون في باريس، فإن شاء الله يعني الله يوفق. جاي بتكون معزوم إن شاء الله من عيوني الثنتين. إن شاء الله. ويلكم، وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. الله يعافيك. حابين نسألك على المعرض، انطباعك على المجوهرات، شو عجبك أكثر شيء؟ كوني قدمت برامج، أنا أقدم برنامج حراير على قناة سما دبي، فالله يسلمك، فاهتمامنا بالمجوهرات يأتي بنفس يعني بنفس خلنا نقول مستوى اهتمامنا بالأزياء. نحن وايد نسير معارض خارج الدولة، نسير خاصة من إيطاليا معرض فيتشينزا أورو، أعتقد أن هذا المعرض ينافس فيتشينزا أورو. ليش؟ لأن في 10 أسماء عالمية اجتمعت في دبي، وهذا شيء مش غريب على دبي. دبي محطة عالمية لكل ما يخطر وما يخطر في بالك، سواء الأزياء، سواء في كل الأمور، يعني في كل المجالات دبي سباقة، وما يحتاج يعني دبي تتكلم عن نفسها. آمين يا رب، الله يحفظها. وطبعا المجوهرات عامل أساسي للنساء تحديدا طبعا، لأن ما أعتقد يعني ريال يوم يبقى يقدر حرمته، طبعا أحلى هدية تكون المجوهرات. مجوهرات تتم للأبد، والمجوهرات موضتها أيضا تتماشى مع موضة الأزياء، فعلا ما أعتقد أن وجود هذا المعرض، وجود هاي الأسماء العالمية في دبي عامل مهم جدا، ودليل فعلا أن دبي الحين خلاص كنا نقرأ أن دبي، عفوا، كنا نقرأ نيويورك باريس لندن، الحين دبي لندن نيويورك باريس، هذا شيء أكيد.